اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كره اليد طول الموسم الحقيقه جمهور النادي الاهلي ما كانش في عليه مزاجه حلو من الفرقه شويه، كان في بعض الظروف الصعبه واللحظات الصعبه، ولكن استطاع الفريق بامانه والنادي الاهلي كان من وراهم مجلس ادارته والنشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، كل المجموعه الحقيقه كانت في ظهر هذا الفريق وعندها ثقه فيه، والحقيقه الفريق صالح جمهوره باغلى كاس هذا الموسم، كاس يعني يعتبر هو الاغلى، اغلى من اي كؤوس يعني راحت منهم السنه دي، هو كاس السوبر الافريقي لانه بيودينا كاس العالم الانديه واللي هيكون لنا شان فيه اخر ان شاء الله، من احد ابطال الفريق ومن احد النجوم الحقيقه اللي دايما تقدر تبني عليه حساباتك، لاعب يعني صاحب مستوى ثابت تقدر تبني عليه حسابات، تقدر تعرف هو في الملعب ان شاء الله مستواه شكله ايه. معانا نجم النجوم واحد نجوم الفريق كابتن عمر خالد كاستيلو، اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن عيسو، مبروك وكاس غالي وبنهنيك على الكاس والمستوى الرائع اللي انت قدمته. الله يبارك في حضرتك، وطبعا شرف لي انا اقعد مع حضرتك وعلى شاشه قناه النادي الاهلي، وبحيي جمهور النادي الاهلي كله بيتفرج علينا. منورنا يا كابتن. بنور حضرتك، ربنا يخليك. الحقيقه النادي الاهلي بيحسدونا على حراسه المرمى، انتوا دايما بتقولوا حراسه المرمى، مش انتوا اللي بتقولوا، كمان ده الخبراء بيقولوا حراسه المرمى هي نص الفريق. الحمد لله احنا عندنا اثنين من نجوم حراسه المرمى في مصر وافريقيا كلها. النهارده هيكون معانا النجمين، هنبتدي بالنجم الاول عبد الرحمن حميد، نجم نجوم حراسه المرمى لمصر والنادي الاهلي. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك كابتن اسلام. انا ما قلتش كلمه غلط. ما شاء الله عليك، عامل مستوى هايل، اداء وروح، تناغم بينك وبين طه، مين اللي يلعب مش فارقه، المهم نكسب. يعني بهنيك على المستوى والبطوله. اشكرك جدا وارحب بيك طبعا. طب قول لي عبد الرحمن، انا عايز ابتدي معاك من اصعب لحظه بعد ما انتهى الدوري والكاس والسوبر المصري او سوبر المحترفين المصري ولم نوفق، وخدنا قرار رايحين نلعب السوبر افريقيا وجي مدير فني جديد. كلمني عن اللحظه دي، المعاناه دي اللي اتولد منها المكسب، كلمني عن اللحظات دي. لا طبعا زي ما حضرتك بتقول الموسم كان صعب جدا، ان احنا خسرنا في بدايته خالص كاس مصر، وبعد كده خسرنا الدوري والسوبر المصري، فكانش قدامنا حل تاني الصراحه غير ان احنا لازم نكسب، لان طبعا النادي الاهلي ما ينفعش يخرج بموسم صفري، بلس ان السوبر الافريقي دي اهم بطوله في الموسم، فلازم يعني اللي كان لازم نحضر، ومدرب لسه جاي ما بقالوش كتير، فلازم ياخد على الفرقه بسرعه ونعالج اخطاء. ف بس انا الحمد لله ان احنا قدرنا فعلا ان احنا نعالج اخطاء كتير جدا، وما خدناش وقت ان احنا نتاقلم على المدرب وان هو يتاقلم على الفرقه، فربنا كرم فعلا الحمد لله وقدرنا ناخد السوبر الافريقي. وزي ما حضرتك قلت برده ماتش كاس الكؤوس كان قريب جدا، وكنا احنا اقرب كمان، يمكن بس اخطاء في الاخر خالص هي اللي كانت، دي خبرات تكتسبوها. بس برضو ارجع واقول يمكن المدير الفني لما جه كان وقت ضيق، واحنا كلنا عارفين الكلام ده، هو ما كانش عنده عصا سحريه هيقول نكسب. هو اشتغل معاكم على ايه؟ يعني عايزين نعرف الكواليس دي، الحاجات الفنيه، اشتغل معاكم في الدفاع، يعني احنا لقينا الفريق دفاعاته مختلفه، المقابله مختلفه، الجبات اللي كانت موجوده في خط الظهر عندنا او على الدايره في الدفاع قلت، وبناء عليه اداء كنت كحراس مرمى بقى احسن. كلمني المدير الفني اشتغل على ايه الفتره دي؟ لا انا زي ما بقول لحضرتك، هو فعلا مستر داني قال، احنا بنقول مستر قال ان احنا اهم حاجه عشان نقدر نعالج اي حاجه ان احنا نبقى مقتنعين ان احنا عندنا اخطاء وان احنا نحاول نصلحها، كل ما بتقلل اخطائك كل ما تبقى احسن وممكن تكسب. فهو اشتغل على اخطائنا احنا، مش يعني الاول كان طلع الزمالك بره الحسابات خالص، ان احنا لازم نعالج اخطائنا احنا الاول وبعد كده نبدا نحضر ليهم. وفعلا كنا بنشتغل، قعدنا حتى سافرنا اسبوع، خمس ايام او اسبوع المغرب عشان يعني نتاقلم مع بعض اكتر وان هو يبقى كويس يعرفنا اكتر. بس فعلا طلعنا الاسبوع ده في المغرب كنا بنعالج اخطائنا احنا بس، وقلنا لما نركز على فرقته بس بالظبط، وقلنا لما نروح النيجر بقى نبدا نحضر الزمالك نتفرج عليهم نشوف اخطائنا قدامهم هم بالذات كده بس. وفعلا ربنا كرمنا الحمد لله ان احنا في ماتش السوبر قللنا اخطائنا جدا، يمكن كان اول يعني فعلا لو انت عملنا حسابات ان احنا نشوف كل ماتش كان الفرقه ليها كام خطا مثلا ممكن يخسرك، فماتش السوبر كان اقل اخطاء فعلا. صحيح، برافو عليك، ربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا ناخد الماتش اللي هو الاهم، وجايين من بعيد وكنا متاخرين الشوط الاول وبعد كده الشوط الثاني، ده معنى كده ان احنا نقدر، ودي كانت الميزه. ويمكن برضو اجي لك يا عمر، يمكن انت الموسم كان صعب عليك، موسم اتعرضنا لاخفاقات وكان مليء بالاصابات بالنسبه لك، ومع ذلك انت الحمد لله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظك يا ابني، كنت بترجع من الاصابه احسن من الاول، وبترجع من الاصابه يعني كنا نقول عمر موجود في الملعب ففي اداء ثابت من ناحيته سواء في الدفاع او الهجوم. كلمني عن الموسم ولحظاته الصعبه سواء اصابات او اخفاقات. طبعا انا الموسم بدا معايا كان باصابه، انا كنت راجع من بطوله افريقيا في كاس كوس في شهر 8، طبعا الحمد لله كنا كسبنا، كان داخلين على ماتش السوبر الافريقي. انا بدات الموسم باصابه، كان عندي مغزى في الضمه فما لعبتش الماتش السوبر الافريقي، وقعدت فتره كمان ما بلعبش في الدوري. رجعت تقريبا على شهر 11، كان اسبوع دولي
رجعت عليك، لعبت لغايه شهر 2، كنت بلعب ماتشات وانا لسه عندي مش سليم. صحيح. لعبت ماتش الزمالك كان في 1-2 مش سليم، فاتصبت في الماتش ده برضو في نفس الاصابه. دي كانت مراحل كانت صعبه عليا جدا. رجعت قبل في السوبر محترفين، رجعت قبل 3 ماتشات بتوع السوبر، ايدي برضو اتفتحت فخيطت ايدي، فكان في حاجات غريبه بتحصل لي كده. بيجي على اللعيب موسم كده يقول لك انا مش عارف ايه، مش عارف بالظبط. فلعبت ماتش الزمالك وانا كنت ايدي متخيط وكان عندي اصابه برضو. بدات بقى احاول ان انا اخش بطوله سوبر افريقي وكاس الكوس، ان انا على الاقل ابقى جاهز بنسبه 80-90%. والحمد لله ربنا كرمني. طبعا لازم اشكر ناس على اللي هو وصلوني لكده، دكتور محمد شوقي ده طبيب منتخب مصر طبعا، ودكتور محمد ابراهيم ودكتور مصطفى طبيب النادي الاهلي، اللي هو لازم اشكر اشتغلوا معايا الناس، ما حدش اثر معايا في الاصابات ديت خالص، اشتغلوا معايا عشان ابقى جاهز للبطولتين. والحمد لله اديت ماتش سوبر بصوره كويسه جدا، وبطوله كاس كوس اديتها برده بصوره كويسه. فالموسم كان صعب عليا جدا، كان لازم اختم الموسم بشكل كويس، كان لازم زي ما حميد قال يعني ان بطوله السوبر دي كانت مهمه لينا كلنا، بطوله بتاهلنا لكاس العالم، فكان لازم كل واحد يعمل اقصى حاجه عنده، يضحي باي حاجه عنده عشان البطولتين دول. حتى البطولتين يعني احنا كان بدايتنا كانت بطوله السوبر، فكلنا كنا بنضحي، كلنا سيبنا كل حاجه، ما حدش فكر في حاجه، ما حدش فكر في اصابات، ما حدش فكر في حاجه خالص، كله كان مركز في البطوله ان كل واحد يخش يعمل اقصى حاجه عنده عشان نكسب وعشان نوصل. وزي ما حد قال ان اخطائنا تبقى قليله، دي كانت اهم حاجه في الموضوع خالص، ان اخطائك لازم تبقى قليله، ان لو اتفرجنا على ماتشاتنا مع الزمالك قبل كده الاخطاء قليله هو اللي بيكسب الماتش بيخلص. شوف انت قلت كلمه حلوه جدا، الاخطاء قليله هو اللي بيكسب بالزبط. الموضوع بالزبط. مش موضوع اتحقق يعني، انت لازم تشتغل على نفسك زي ما قال مستر داني او كوتش داني بالزبط. وقال عبد الرحمن بالظبط، ان هو الماتشات ما بتخلصش في فرق كبير، يعني هو واحد تعادل واحد تعادل، فاكيد الاخطاء الصغيره ديت هي اللي بتخلص الماتشات، فاللي اخطاءه قليله اللي هيكسب، وده اللي احنا حاولنا نعمله في ماتش السوبر. حضرتك قلت ان هم كانوا متفوقين علينا في الشوط الاولاني فرق 3 اجوان، بس قدرنا ان احنا لا نلم بعض، احنا كنا كويسين، احنا كنا بنضيع في الشوط الاولاني. صحيح. الماتش ما اتزعش ما حدش، بس احنا كنا بنضيع الشوط الاولاني عشان كده هم اتفوقوا، غير كده لا، احنا الشوط الثاني لما كل كوره كانت مهمه، كل كوره مركزين فيها، لمينا بعض، لمينا السكور لغايه اخر وقت، بيبقى كان فاضل 40 ثانيه كاسبين فريق 2، خلاص بالنسبه لنا الموضوع خلاص خلص. فالحمد لله وربنا كافئكم على مجهودكم طول السنه. وخلي بالك برضو انا زي ما سالت عبد الرحمن هسالك، كوتش داني لما جه يمكن في لعيبه ما يعرفهاش بالظبط، يعني انت كنت معظم. مصاب يعني انت كنت مصاب، معظمكم ما يعرفكوش، يعني مين اللي قام بدور خلي بالك مهم جدا ان انت تنقل له الصوره عشان توفر وقت، لانه انت لو هو مدير فني لسه هيكتشف اللعيبه ممكن نخسر 3-4 بطولات. صح. ولكن انت مطالب منه ان هو يكسب، مين اللي قام بالدور ده؟ مين اللي وصل له اللعيبه؟ ولا هو شاف فيديوهات؟ ولا يعني ازاي اتعرف على الفريق؟ هو اعتقد اول ما دخل الفريق كان معاه ورقه كده باسامينا وصورنا، انا شفت الورقه ديت ان هو يبص على الصوره كده فيعرف مين اللي هو بيتكلم معاه. كويس، دي معلومه حلوه. ديت انا شفت الورقه ديت، بس كان معانا جهاز بقياده كابتن ياسر لبيب، كابتن احمد سالم، كابتن هشام عبد الوهاب، ده الجهاز الفني اللي كان موجود، المعاونين، فاعتقد ان هم قالوا له كل كبيره وصغيره جوه الفرقه، واعتقد ان الراجل اتفرج برده اكيد، ان هو ما اعتقدش ان هو هيسمع بس، لا بتفرج وبص. حتى انا اول كلمه قلتها لكابتن احمد وكابتن ميشو ان انا لسه راجع من الاصابه فالراجل كنت اسف بالظبط، كنت راجع قبلها بيومين، او الراجل مثلا مستر داني وصل السبت، انا نزلت تمرين تقريبا الاربع، فدي كانت اول تمرين، فقلت له حد بس يعرفه ان انا لسه راجع من الاصابه. برافو عليك، ده ذكاء منك. بالظبط، ان هو انا مثلا مش هنزل الملعب اللي هو هيليني مثلا مش جاهز 100%، فيقول لك في حاجه غلط او حاجه هم ما يعرفنيش، فقلت له تقرير بس، هم قالوا ان هم قاموا بالدور ده من غير ما اتكلم، فطبعا بشكرهم عليه. بعدين مستر داني اعتقد ان هو في ماتشات سوبر محترفين كان بيتفرج على الفرقه، طبعا لازم طبعاً يتفرج على الفرقه، لازم يعرف، فدي حاجات برضو كانت بالنسبه لي اثرت عليك الطريق شويه. بالظبط، يعني عرفته مين انت بالظبط كده. وبعدين دخلنا كمان زي ما حميد قال الاسبوع بتاع المغرب ده بجد اللي هو كان نقطه فاصله في التعارف بيننا. صحيح. قاعدين مع بعض طول الوقت، ما بنعملش حاجه غير ان احنا قاعدين مع بعض بنتكلم مع بعض، بدا يتفرج في التمرين، عملنا ماتش ودي في المغرب، ده اعتقد انه فادنا كتير، ان هو شاف الفرقه، شاف كل واحد بيتمرن ازاي، بيلعب ازاي، كل واحد بيطلع اكتر حاجه عنده، فبدا يتفرج يشوف مين مناسب في الوقت دوت ومش مناسب في الوقت دوت. وبرده في بطوله كاس كوس كان بيتفرج اكتر يعني. ايوه، ما هو طبعا متابع، بس خليني برده اروح لحميد في حته برده عايزك تشاركني فيها. هو لما جه الخواجه برده كان عنده ماتش مهم اللي هو السوبر، مش دوره مجمعه، مهم اللي هو السوبر المحترفين المصري. وكان عندنا مباراتين سبورتنج تقريبا وطلاع الجيش، صح ولا غلطان؟ هليوبليس. صح، هليوبليس. وبعد كده دخلنا على مباراه الزمالك، فاذا هو دخل على مباراة جامدة ومباراة قوية وفي نو تايم، ف ف ف
يمكن مباريتين قبل مباراه الزمالك اللي هم هليوبلس وسبورتنج عرفوه شويه عن الفريق. ايه اللي قاله لكم؟ ايه اللي كان بيقول لكم في اوضه اللبس خاصه انه لسه بيتعرف على الفريق؟ يعني اوضه اللبس كان بيقول فيها ايه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك برده النقطه اللي حضرتك كان فيها دي صح، بس انا شايف او اللي استنتجناه ان عن طريق كابتن خالد العوضي والجهاز كله كانوا موصلين لداني ان هو ان دي يعني السوبر المصري دي اول سنه ليها وبطوله لسه اول مره تتعمل، فهي فعلا مش الاهم للنادي دلوقتي. يعني انت لسه بتتعرف على الناس وانت جاي قبلها بتلات اربع ايام، فاحسن ان انت تشوف اللعيبه دي في الماتشات دي عشان السوبر الافريقي وكاس الكؤوس. هو بص على السوبر الافريقي، هو ما كانش يعني ما كانش مدي اهتمام حتى قبل الماتشات، ما كناش حاسين ان هو مهتم قوي ان احنا نكسب يعني او بالنتائج. هو كان عايز يشوف اللعيبه فعلا، كان يعني هو جه قبل ماتش اليوبلس اللي هو اول يوم في المجمع، اول يوم يعني في المجمع فعلا اول ماتش، جه قبلها بثلاث ايام، فهو ما يعرفش اصلا مين بيلعب اساسي ومين مش اساسي. صحيح. فلعب الناس كلها. صحيح. هو كان باصص بيني وبينك وتفكير سليم، انا ما ببصش تحت رجلي، انا فتره قصيره بس لازم احقق التارجت بتاعي، التارجت الكاس اللي احنا شايفينه ده. بس خلينا قبل ما نتكلم بتفصيل اكتر، ما ينفعش نكون في يوم زي ده وبنحتفل مع اللاعبين ما يكونش معانا احد اللاعبين الحقيقه اللي عمل طفره كبيره جدا، سواء في السوبر او في كاس الكؤوس، وفاجئنا بالمستوى الكبير ليه، وكمان جوه الملعب قائد، وشفناه بعد الماتش وهو بيعيط. معانا الكابتن وكابتن الفريق كابتن اسلام حسن. اهلا بيك يا كابتن اسلام. نايس، ايه الاخبار؟ الحمد لله. وحشني جدا 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 حبيبي يا كابتن. عايز اقول لك ان انا يعني انا انت من اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها والله العظيم، يعني مش بقول لك زي ما انا كنت بحب اتفرج عليك زمان. حبيبي يا كابتن، بس يعني الحقيقه انا بهنيك يا كابتن على المستوى الروح. يعني عايز اقول لك كاستيلو بيمثل. ها طب ليه بتقول كده يا كابتن اسلام؟ يقول لي النبي خليه لعبني وينج رايت، هو راجل مصمم حمايد اللي يلعب. شفت بقى، شفت بقى يعني. بس هي الفكره برضو خلي بالك، انت كان عليك دور انا يمكن اشرت اليه بشكل او باخر، ان اللعيبه القدام والجهاز الفني اثروا الوقت على المدير الفني. كلامي صح يا كابتن؟ والله بص يا كابتن هيثم، هو يعني على طول انا بقولها الموضوع كان صعب جدا، يعني الله يكون في عون الراجل، خد مسؤوليه في وقت صعب جدا، انت داخل على يعتبر بطولتين وهو في فتره قليله جدا، في تمارين قليله جدا، في عدد تمارين قليله، ماتشات كتير قوي وعدد تمارين قليله، ودي صعبه جدا ان حد ياثر فيها في فريق، وفريق جاي من خساره يعتبر. الله ينور عليك. صح، هي بتاعت الفريق واقعه، وفي نفس الوقت انت فنيا مش احسن حاجه او بعيد جدا فنيا، لان انت كذا مدرب يمسكك في نفس السنه، فالموضوع مختلف ومدرسه اسبانيه مختلفه تماما. بس هو يعني حظه حلو ان كتير جدا من اللعيبه بتلعب في المنتخب عارفين المدرسه الاسبانيه او معاشرينها، عشان بروندو طبعا بيمر المنتخب الاسباني طبعا. بالظبط كده، فالموضوع فرق جدا معانا، واختيار يعني صعب جدا من النادي ان تجيب حد من مدرسه اسبانيه بالذات، لان مدرسه خلاص مصر فعلا عارف اللي هي شربتها، شربت المدرسه دي، وفي نفس الوقت هي لايقه على اللعيبه المصريين. خلي بالك برضو نفس الكلام، ما هو مستر اجوستي في الباسكت نجح اسباني. بالظبط كده، واحنا جربنا كمان في الهاندبول، احنا بقى لنا ثلاث او اربع سنين مجربين في الهاندبول، ان المدرسه دي اكتر مدرسه لاقت على الستايل المصري، لان صحيح. انت ما عندكش اجسام كبيره. احنا عملنا دعايه كده لاسبانيا كتير قوي يا كابتن. والله بص، لا فعلا هم يستحقوا، مدرسه محترمه جدا، وخلي بالك احنا لو الكواليتي بتاع اللعيبه قليل ما كانش هتنفع معانا. لا يا كابتن، لا يا كابتن، كواليتي قليله يا كابتن. يا كابتن انتوا احسن فريق في مصر والله ما بنقول كده، عشان انا بتكلم فيه ان الكواليتي بتاعت اللعيبه ساعدت المدرسه دي انها تنجح طبعا. ولسه كابتن عندكم كتير، بس خليني اقول انت كان عليك دور كبير يا كابتن اسلام، لان انت كابتن الفريق والقائد للفريق، فكان عندك مهمتين، مهمه نفسيه لان اللعيبه الحقيقه تعرضت لاخفاقات كتيره، بالرغم ان احنا كنا اغلب هذه الاخفاقات احنا الافضل، ومهمه ثانيه فنيه ان انت عايز بسرعه نقف على رجلينا عشان ما نطلعش بموسم صفري. كلمني عن المهمتين ونجحت فيهم ازاي يا كابتن اسلام؟ مش لوحدي، عشان ما بقولكش ان انا شايل كل حاجه لوحدي، لا مش لوحدي بصراحه. هي ليها كذا جانب طبعا، المدربين ليهم كل الاحترام، كابتن احمد سالم وكابتن ميش وحتى الدكاتره وكل الناس ليها احترامها، لكن انا معايا في الفريق مصري وخليل قاموا بالدور ده كويس جدا، والفريق نفسه عنده استعداد او الفريق بقاطر ان هو يكسب، لان هم حاسين بالمشكله اللي احنا فيها. احنا فريق بيتكون، يعني احنا عندنا تقريبا 16 واحد لعيبه صغيره جدا، فان انت بتكون الفريق ده وبيحصل تجديد في الدماء ده بيبقى موضوع صعب جدا، لكن احنا بامانه ربنا اللعيبه دي ساعدتنا جدا. اللعيبه احنا ما حسيناش ان هم صغيرين، دماغهم كبيره جدا، عقلياتهم ان هم محتاجين ان هم يكسبوا على طول عشان المكسب ده، فرق معانا جدا وساعدنا ان احنا الكلام اللي بنقوله او الكلام اللي احنا عاوزين نحفزهم بيه هم من جواهم هم مستوعبينه جدا، فده بيسهل الطريق جدا علينا. طب يا كابتن، يمكن برضو يعني الناس بتتكلم على المشاركه بطوله العالم او كاس العالم للانديه، ودي غبنا عنها كتير،
وانت عارف طبعا طموحات جمهور النادي الاهلي ملهاش حدود، واحنا كمان معاهم لاقصى حد ممكن نفكر فيه. اكيد انتوا باصين على على كاس العالم، عايزين تادوا فيه اداء كويس، خاصه ان في اخبار جايه من الاتحاد الدولي ان احنا نتجنب بطل اوروبا في البدايه. شايف شايف مشاركتنا ممكن تبقى تاريخيه المره دي يا كابتن؟ والله بص يا كابتن هيثم، احنا فريق كنادي الاهلي واي فريق مصري او اي منتخب مصري، احنا ما بنحبش موضوع ان احنا نروح نعمل عارف اللي هو اداء مشرف وخلاص. احنا عاوزين، احنا عندنا اكيد على ميداليه، فاكيد احنا رايحين، احنا نفسنا نعمل نكسب ميداليه، والحمد لله ان الموضوع كمان اختلف كمان، ان انت ممكن ما تلعبش بطل اوروبا في الاول، ده يساعدك اكتر، وفي نفس الوقت انت الريكورد في النادي الاهلي ان انت الفريق واخد فضيه قبل كده. صحيح. احنا احنا طبعا احنا بنامل ان احنا نرجع نعمل نفس النتيجه دي تاني، ان احنا ناخد حاجه من الميداليات، وان شاء الله نقدر نشرف مصر كلها يعني. ان شاء الله يا كابتن اسلام، واحنا يعني بنحبك جدا، وانا يعني انت من اللعيبه المقربه جدا ليا بامانه، وبحب اشوفك جوه الملعب. بشكرك يا كابتن اسلام، وبقول لك الف مليون مبروك يا كابتن. شكرا ليك، وسلامي لكاستيلو وحمايه. ومش هيمثلوا يا كابتن، اوعدك بقيه الحلقه مش هيمثلوا. بيمثل يا كابتن اسلام. حبيبك حبيبك يا كابتن اسلام حسن، كابتن فريق كره اليد بالنادي الاهلي واحد نجوم مصر، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن يجي لك يا حميد، يعني الجميل في فريقكم انها صغيرين، يعني انتوا حتى ما شاء الله ضيوفنا النهارده كلهم، سواء عمر سواء انت سواء طه سواء سيف، كلكم لعيبه صغيرين بينقصكم بعض الخبرات بنكتسبها يمكن بلحظات صعبه، ولكن اكيد زي ما قال كابتن اسلام انتوا مصدقين نفسكم ان انتوا فعلا احسن مجموعه مصر. والله فعلا هو كابتن اسلام بيتكلم في نقطه ان احنا ما يعني ان هو ما ان هم ما حسوش ان احنا لعيبه صغيره، بس احنا برضو لازم فيهم كلهم حقهم، اللعيبه الكبيره في الفرقه اسلام ومصري ومصطفى خليل وحجاج، ان هم فعلا برضو ما هم اللي بيخلونا ما نحسش ان احنا لسه صغيرين او ان احنا لسه بنبدا، فبيوفروا علينا كتير جدا في الطريق الصراحه، ان احنا نحس ان احنا ان هم معتمدين علينا وواثقين فينا، دي بتوفر كتير قوي فعلا. طب قول يا حميد، يعني يمكن انت ليك طقوس قبل المباراه، ما شاء الله انا يعني عارف القصه دي، وعارف ان انت يعني بتنزل مركز قوي، واولوياتك الاولى والثانيه والثالثه هي اليد، كره اليد، انت مركز في الهاند بول بشكل كبير، كل اللي بقعد معاهم بيقولوا نفس الكلام. قول لي طقوسك قبل المباراه ايه؟ يعني مثلا رايح ماتش السوبر الافريقي، ماتش صعب، وانت 50% انت وطه من قوه الفريق، بتروح تعمل ايه؟ يعني ايه طقوسك وانت رايح الملعب؟ يعني انا عندي حاجه ان انا ما بحبش اروح الماتش لابس اصلا خالص، يعني ببقى لابس لبس خروج، ما يعني بحب ان انا ادخل في الماتش قبل الماتش نص ساعه مثلا، ابدا البس اخر حاجه خالص. ممكن يعني دي بقى حاجه شخصيه، مثلا اقرا قران، يعني بعد ما بقرا قران يعني حاجه غريبه بسمع اغاني. طب حلو، ما دي بتحمسك. مش بس هو كلها تبقى اغاني حماس يعني، مش بحس ان هي برضو ممكن تدخلني، وممكن اسمع اغاني للاهلي اصلا. تحب تنام الظهر شويه ولا ما بتنامش؟ احب انام قبل الماتش جدا الصراحه. تحب تنام قبل الماتش، ولازم دش كده ساقع يفوق الدنيا. انا عرفت انت بتفكر ازاي، انت من اللعيبه اللي ما بتحبش تخش في مود المباراه. انا اخش مود المباراه وانا في الملعب، ما بحبش شد نفسي. بالظبط كده، بحس ان انا ممكن تقلب ان هي تبقى تركيز زياده او مثلا ضغط اكتر عليا، فبحس ان انا محتاج افصل لحد ما اوصل الملعب ببدا بقى. خلي بالك انتوا اكتر مركز محتاج تركيز، انت الجزء من السنه بيفرق طبعا، انت ريفلكت، انت رياكشن للكوره. بالظبط، هو كمان بيبقى في جوان، يعني طبعا انت بتتفرج على الفرقه قبل ما تلعبها او بتحضر للماتش كويس، في طبعا الاجوان بتفضل تحب تتفرج كذا مره، تحب تتفرج قبل الماتش على طول، فانا مش من النوع ده الصراحه، بحب اتفرج ليله الماتش مره وانام وخلاص. خلاص بفصل اروح على الماتش. يمكن برضو نفس السؤال ليك يا عمر، يمكن انت اكيد ليك، بس هو الموسم طبعا كان صعب عليك، انت ما فيش طقوس كانت ازاي لحقتش تعمل طقوس، بس يعني ختامها مسك، ربنا كرمك اخر كرم. الحمد لله. انت طقوسك ايه؟ هل انت زي حميد بتحب تروح على المباراه على طول، ولا بتحب تركز؟ يعني قول لي طقوسك ايه بالظبط. هو مثلا احنا مثلا بنصحى مثلا لو فطرنا، بنصحى نفطر مثلا، فمثلا في ساعتين قبل الغدا نوم. حلو. فبزهق ساعتين بعد الغدا نوم، فبنام. بعدين بعد الغدا بقى بفضل ممكن اشغل شويه اغاني في الاوضه. انا مثلا برضو زي حميد كده، ما بركزش قبل الماتش خالص. برافو. خالص، اللي هو انا مثلا مجرد ما اخش اوضه اللبس ونبدا المحاضره، انا كده فاهم، انا كده مركز. قبل كده مش موجود، انا عادي جدا ممكن افضل اهزر واضحك وعادي واسمع اغاني. انا مثلا بعد بننزل بنتجمع، بقعد في الباص اشوف مثلا حد شادد مثلا، نتكلم معاه شويه، اكلم معاه شويه، حد مركز قوي فخلاص نزود تركيزه ونسيبه. بعدين ننزل دايما في سماعه في ودني بنسمع اغاني، بقرا قران طبعا قبل ما اخش الاوضه، بقرا شويه قران. بعدين نخش الاوضه خلاص ببدا اجهز، ببدا البس، ببدا اركز، خلاص هنا دي بدايه التركيز عندي. بس قبل كده بحس ان هي مثلا زي ما حماد قال، ان هي شويه تركيز زياده، فممكن تقلب عليا انا بعكس. انا مشدد نفسي مركز قوي، فممكن انزل الملعب عامل كده،
ممكن نفسك اوفر ثينكينج او هتلاقي نفسك يعني بره بره كان بقى ممكن ابقى بره الماتش كمان اللي هو انا مش موجود انا مش مركز ليه لا ده تركيز زياده انا مركز بس ده تركيز زياده فبحس لا انا ممكن اكون اهدى شويه ما باخدش دش خالص قبل الماتش شفت بقى عكسك ما تقعدوش مع بعض في الاوضه عشان تكلموا بعض ما هو بيبقى عايز يجيب جوان انا ببقى عايز اصد كل واحد عشان كده بسال كل لاعب بطقوس خلي بالك انا الحاجات دي يعني انا كوميديه جدا ما باخدش دش قبل الماتش خالص بحس ان في هفصل حاسس ان انا جسمي خلاص فلا هو كده خلاص طب قول لي بتزعلوا لما الجمهور ينتقد يعني مثلا لو ادينا اداء وحش بتزعلوا من الجمهور لما ينتقد مش الانتقاد اللي هو يفيدني انا ما عنديش فيه مشكله بس اللي هو مثلا انتقاد بزياده بيزعل لو حتى لو بزياده بس في مصلحتي او مثلا هو شايف لو انا عملت مثلا حاجه غلط فتقالت انا ما عنديش مشكله مثلا ساعات لو بزياده او مثلا في تجريح او في حاجه ده بيزعل طبعا احنا ضد اي تجريح فمثلا انا مثلا عندي بابايا او مامتي طبعا دول يعني طبعا بشكرهم بشكرهم على اي حاجه عملوها معايا والناس ساعدوني جدا في اصابتي عامه هم كانوا مستحملين معلش هو اشكر اهلي وانا ما اشكرش اهلي اشكر يا باشا خد راحتك هتجيلك فلا هم بجد استحملوني جدا في فتره الاصابه ان انا كنت في مود غير طبيعي كنت وحش قوي فهم استحملوني فبشكرهم طبعا كمان ان هم بيشوفوا حاجات زي ديت فاكيد بيتضايق واي مش انا لوحدي اي بس خد بالك دي الضريبه يعني انت طبعا ده حقيقي انا موافق بالظبط يعني انت لازم تتعرض لكل ده ولا ده جزء من الضريبه انا موافق في مزايا في عيوب انا برضه في مزايا انا بلعب في نادي كبير ونادي جماهيري ان انا طول الوقت معروف وفي العيوب ان انا اكيد هينتقد وده طبيعي وكلنا بنتاقلم في قصدك الانتقاد بدون تجريح بالزبط. هو ده انا ما عنديش مشكله في الانتقاد خالص ما عنديش مشكله في الانتقاد خالص طبيعي حاجه كويسه بالظبط اللي انا بشوف طب نروح لحميد يعني انت اكيد اسيدك تعبت معاك اكيد طبعا بصراحه انا برضه تعرضت الاصابه في بدايه الموسم كده في كتفي غريبه جدا بس انت ما طولتش الحمد لله لا انا مكمل فيها لحد دلوقتي لسه لا ده انت ما تعرفش ازاي خليت معاه في ماتش الكاس كوسا عشان ما كنتش اعرف اللي هو كتفه مش عايز طالع فص فيك فقلت له حميد الاي في ايه قال لي بس والله كتفي وجعني لا انا فعلا والله الاصابه كانت المفروض تاخد مني مثلا اسبوع لو انا ريحت ما ريحتش كان دوري في السوبر المصري في افريقيا ف باظت لا ما بعرفش بس اصلا ده انا يعني بقول لهم استموني على الصد والباص انا مش هباصي بعيد لازم حد بيقرب لي كان حتى اسلام حسن عارف كان دايما يجي لي كده يقرب وبرده طبعا زي ما كاستيلو قال لازم اشكر الدكاتره اللي وقفت معايا دكتور عمرو يوري دكتور منتخب ودكتور محمد شوقي دكتور منتخب ودكتور مصطفى نجيب ودكتور محمد ابراهيم الناس دي ما قصرتش معانا في حاجه الصراحه بالذات وخلي بالك بالرغم من خسارتنا كاس الكؤوس الافريقيه بس انت كنت نجم الحقيقه وانا كنت متابع المباراه كنت نجم من النجوم والحقيقه جبت لنا كذا مره ادفانتج ان احنا ممكن ناخد المباراه بس يعني قدر الله ما شاء فعل بس دي حاجه كويسه انا نفسي الوقت يطول انا كان عندي كلام كتير جدا اقوله بس انا بشكركم طبعا عشان استقبل زملائك التانيين حميد نورتني وشرفتني والف مليون مبروك منورك يا كابتن هيثم ومبسوطين جدا طبعا احنا كنا معاك وشرف لينا شرف ليا حبيبي وعمر بشكرك شكرا جزيلا ويا رب يبقى الموسم القادم بدون اصابه يا رب ان شاء الله طبعا حضرتك بشكر تاني الدكاتره اللي عشت معاها فتره طويله سواء دكتور عمرو دكتور شوقي دكتور محمد ابراهيم دكتور مصطفى دول ناس تعبت معايا جدا وبشكر اهلي تاني وبشكر اي حد وقف جنبي الفتره اللي فاتت في الفتره الصعبه ديت وطبعا شرف ليا ان انا كنت موجود مع حضرتك النهارده ومبروك علينا كاس سوبر ومبروك على جمهور النادي الاهلي كلنا شرف لينا واحنا بنشكركم ونشكر كل من واقف جنب الفريق حتى يتوج بكاس سوبر افريقيا خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان بعد الفاصل هنستقبل باذن الله عبد الرحمن طه احد نجوم حراسه المرمى وايضا ياسر سيف اللاعب الصاعد الواعد بقوه ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما قلنا لكم الحمد لله بفضل الله يعني ربنا يحفظهم احنا عندنا احسن حراسه مرمى في مصر الحقيقه عندنا نجمين كبار كان معانا النجم الاولاني في الفتره في الفقره الاولى عبد الرحمن حميد معانا نجمنا الثاني في حراسه المرمى واحد افضل حراس المرمى في مصر وفي افريقيا في الوقت الحالي معانا عبد الرحمن طه اهلا بيك عبد الرحمن اهلا بحضرتك والف مليون مبروك كاس يعني انتظرناه وانتوا وعدتوا واوفيتوا بهذا الكاس الله يبارك في حضرتك الحمد لله كانت فتره صعبه الفتره اللي فاتت دي الحمد لله قدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي ببطوله غاليه من البطولات الغاليه اللي في السيزون فالحمد لله ربنا كرمنا بيها عشان نروح السوبر جلوب ان شاء الله تبقى كمان حتى كويس نعمل عمره في لسه والله بقول امبارح بقول ده يعني في المملكه العربيه السعوديه اكيد هتزوروا بيت الله ودي حاجه جيده جدا يعني ان شاء الله تبقى مكافاه جيده وخلينا كمان نرحب بالصاعد الواعد احيانا احد نجوم الفريق اللي بينتظرهم مستقبل باهر واللي بيعول عليه النادي الاهلي في مستقبل كره اليد كثيرا مع زملائه بنرحب بياسر سيف احد نجوم الفريق اهلا بيك يا كابتن اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن عيسى منورنا يمكن اتقابلنا قبل كده مره والموسم عدى بسرعه والحمد لله طالعين بكاس هو الاغلى يمكن كان في لحظات اخفاق ولكن ربنا كرمكم بكاس هو الاغلى وبعد كده ان شاء الله هنتاهل لكاس العالم خلينا نتكلم عن الفتره الصعبه ياسر
يمكن انت كلاعب صغير اول ما بتطلع وبيبقى انت طبعا طالع الفريق الاول وانت من ناشئين النادي الاهلي وبعد كده بتتعرض لهزايم متتاليه، بالتالي دي تبقى لحظات صعبه. اول ما جه كوتش يعني داني ايه اللي حصل؟ اتكلم معاكوا ازاي وبص لك انت على المستوى الشخصي ازاي؟ هو فعلا كان الموسم بادئ معانا بدايه يعني الاول بدانا بكاس الكؤوس في اول سيزون، وبعد كده الفتره اللي بعد كاس الكؤوس ما كانتش فتره كويسه، خسرنا سوبر افريقي في الاول وبعد كده كاس ودوري، فكانتش البدايه احسن حاجه. بس فمستر داني جه اتكلم معانا، هو على طول كان متفرج علينا واضح يعني، عشان هو قال لنا في غلطات في كذا وكذا كذا هنشتغل عليها الفتره الجايه، هي فتره مش كبيره. غلطات زي يعني؟ يعني كان برضو يعني عبد الرحمن حميد كان بيقول لي اشتغل على اخطائنا، ودي ده فكره جيد ان انت تشتغل على اخطائك، وده باي زاوية هيخليك تتقدم حتى لو ما شفتش خصمك، مجرد ان انت تشتغل على اخطائك هتتقدم. ايه الاخطاء اللي كان شايفها خاصة في الدفاع وركز عليها؟ كلمني في الفنية. هو كان بيتكلم على تحركات معينة في الدفاع، وقفات معينة، مواقف معينة في الدفاع هنشتغل عليها ازاي لو حصلت. كان بيتكلم على التفاصيل، اهم حاجة اتكلم ان التفاصيل هي اللي ممكن تكسبك ماتش او تخسرك ماتش، ودي فعلا فرقت معانا في ماتش السوبر. فالجزء ده ساعدنا جدا ان احنا لو ما ركزنا على التفاصيل والتحركات والحاجات دي ساعدنا ان احنا نكسب السوبر، عشان السوبر الماتشات عموما بتخلص فرق جون او بتبقى قريبة جدا. تحركات زي ايه؟ يعني يمكن كان ده عندنا ازمة في التصويبات اللي من 7 ومن 9، وكنا بنقابل مش بالشكل الجاي، ولو قابلنا بيحصل جابات على الدايره، تسقط الكره على الدايره وبنتلقى اهداف من كده. اتكلم بقى إيه؟ ان وقفاتنا تبقى ازاي، سي مثلا حد قابل يبقى الناس اللي تحت بتغطيه ازاي عشان الكره ما تكملش تحته او تنزل على الدايره، كل الحاجات دي ركز عليها. الفتره ما كانتش كبيره، ما ساعدوش باكبر مستوى، بس في الاخر برضه هو حاول يطور على قد ما يقدر في الجزء ده. طب اهتم بالفاست بريك يعني؟ هل اهتم يعني كل الجوانب؟ كان يعني من اهم اسلحته الفاست بريك، الموجه الاولى والثانيه والثالثه، وكان على طول الكل بيجري، هل هو مهتم بدي برضه شيء؟ كان مهتم بيه، اتكلم برضه عليه في اول تمرينه لينا، اتكلم ان احنا نهتم بيه، لازم نطوره برضه، لازم نظبط التحركات بتاعتنا فيه، هنجري ازاي اصلا بانهي شكل. كل الحاجات دي ساعدتنا فعلا في النهايه ان احنا مثلا الماتش السوبر المصري اللي كان هنا المستوى كان احسن، خسرنا الماتش فرق 3 في اخر الماتش، بس المستوى كان احسن. فلما خدنا فتره كمان قبل السوبر الافريقي وسافرنا المغرب عملنا معسكر فادنا جدا، كل الكلام ده ساعدنا ان احنا في السوبر الافريقي نظهر بشكل كويس ونقدر نحسم الماتش لينا يعني. صحيح. طب خليني اجي لك يا طه، يمكن نفس الكلام برضو لما جه المدير الفني، ليه ما بركز على الفتره دي؟ لان الفتره دي كانت فتره صعبه، تغيير جهاز فني وقدوم جهاز فني ثالث للموسم ده، وفي نفس الوقت انتوا كان عندكم امال وطموحات ومش عايزين تطلعوا موسم صفري. جه المدير الفني اتكلم معاكم انتوا ازاي في حراسه المرمى؟ ايه الديالوج اللي حصل بينك وبين كوتش داني؟ هو حضرتك اول مدرب ما جه قعد معانا انا وحميد، اتكلم لان انتوا مش مقصرين في حاجه، كلها بس هي حاجات بسيطه يعني غلطات بسيطه جدا انتوا بتغلطوها، بس انتوا جوان كويسين طبعا، جوان ليكم مستقبل كبير. لنا الفتره الجايه انتوا هيبقى عليكم اللوم يعني لود زياده، عشان انتوا خلاص احنا داخلين اهم بطولتين صحيح في السيزون، يعني بالذات كمان بطوله السوبر. قال لنا بصوا انا يعني هعمل لكم كل حاجه، هيأكم كل يعني هخليكم توصلوا للمرحله اللي انتوا توصلوا في الماتش ده، اعلى حاجه وصلتوها في السيزون، فالحمد لله. طب ايه الحاجات البسيطه اللي قال لكم انتوا ناقصاكم؟ يعني هل مثلا ناحيه بدنيه، تركيز، ناحيه فنيه، يعني ايه برضو الفنيات برضو بنحب نعرفها ونحب نلقى عليها الضوء لان جمهور النادي الاهلي مهتم بيها جدا. الفنيات هو ما دخلش فيها يعني ما دخلش فيها كتير، بس هو كابتن مدرب الحراس معانا كابتن خالد عثمان قعد معانا لنا يعني بقينا نقعد خلاص بقى واحنا في المغرب، كان نقعد قبل الاجتماع الفني مع كابتن داني قبلها بنص ساعه نقعد نتفرج على الماتشه اللي فاتت، الماتشه اللي خسرناها كمان، قال لنا بصوا غلطاتكم هنا ورينا اللي احنا كسبناها واللي خسرناها، فقال لنا بصوا الفرق بين دي يعني الكره دي والكره دي، بقينا نتفرج على الفيديوهات بقى الفيديوهات بشكل كبير طبعا، اعتمدنا طبعا الفيديوهات في الفتره دي، فالحمد لله وصلنا الماتش قارين كل حاجه في الملعب، عارفين احنا المفروض نعمل ايه، الكره دي هنعمل فيها ايه، مين اللي بيشوط، هنعمل معاه ايه، حتى الدفاع قعدنا معاهم كمان، قعدنا مع كابتن مصري واللي بيدافع في ثلاثات كلهم، انا مع اللعيب ده هعمل له كده، انت هتعمل كده، بدا يبقى فيه بقى في الدفاع خاصة كله بقى ايه يعني كلنا مرتبطين، الست اللي بيدافعوا قدامك انت اصلا اللي هيعملوه، انت هتعمل الاكشن بتاعك عليهم. طب
طب يعني انت وقفتك على الاكشن الدفاعي بالزبط. يعني بدا يبقى في ديالوج ما بين الدفاع وحارس مرمى بالزبط. انت مش واقف عشوائي وخلاص، لا انت واقف بناء على تحركات معينه في الدفاع هتاخد زاويه معينه بالزبط. هو دارسها ان انت نتيجه تحركاتنا الدفاعيه دي ممكن الزاويه دي تتفتح، فانت بالزبط. لازم تكون في الزاويه دي لان الكره هتجي لك هنا صح. والكلام ده لقيته في الملعب في التحقق طبعا بقت انت خلاص انت في عندكش لود، انت في مهام خلاص، انت بقت المهمه بالنسبه لك انت الكره دي ما تخشش بس هي. انت هيوصل لك اللاعب اللي انت الكره خلاص سهله بالنسبه لك، اصل انت كمان اخر خط دفاع خلاص، انت لو الكره عدتك مفيش خلاص مجون. طب بس قول لي، انا شفتك في كور في الماتشين اللي فاتوا الفاينل هنا وهنا بتواجه الدفاع، يعني شفتك انت او يعني الحقيقه حميد كمان بتوجهه الدفاع، يعني يمكن المواضيع دي ما شفناهاش كتير، لا خلي بالك، لا اقف، لا يعني طب يعني ايه، هل ده كان كلام متفق عليه ولا ده كان نتيجه حماس؟ حماس طبعا في الملعب، عشان احنا كنا في على ماتش السوبر احنا رجعنا بالسكور، فاما فرقوا 3 و4 لا لازم نتكلم معاهم خلاص، لسه بدري هنعدي الكره دي، لازم نشيل كره وكورتين يعني، كان احنا فوق طبعاً. اللي احنا خلاص اللي احنا نجيب جوان سهله كمان يعني يفوقها، عشان احنا نحط فاست بريك سهل، احنا عايزين نوصلهم ان هم يعني ما فيش يعني هناك الجو كان صعب طبعا وما فيش هواء، ما فيش اللي انت مش هتستحمل اللعيبه مش هتستحمل يفضلوا يخبطوا يعني في بعض 60 دقيقه، اكيد حد هيقع من كتر التخبيط وما فيش هواء ولا اي حاجه، فاحنا كنا عايزين نوصلهم من المرحله اللي هم يجيبوا جون سهل حتى على فاست بريك مره واحده على الموجه الثانيه، كنا احنا دي الفكره اللي هم عايزين نوصلها بس او نعدي بيها ماتش السوبر، ونجحنا في الماتشين على فكره، ماتش السوبر وماتش كوس احنا كنا افضل وكنا اقرب، ولكن هي دي الرياضه. بس خليني اجي لك برده يا ياسر، يمكن شفنا في لحظات كتير اثناء المباراه اهداف بتيجي من جمل تكتيكيه، يعني شفنا تحركات معينه ممكن تتعلق لحد ياخدها من على الدايره جون، الكره بتلف بشكل معين، شفنا تغيير روتيشن اللي بيحصل في الهجوم، يمكن الباك ليفت نلاقيه في الباك رايت والباك رايت بيبقى الباك ليفت ويبقى الوينج يخش على الدايره، شفنا بعض التحركات اللي كانت جديده الحقيقه ممكن يعني اول مره نشوفها، هل ده كان جمل متفق عليها مع المدير الفني ولا دي كانت نتيجه الحدث ساعه الماتش؟ لا طبعا هي كانت جمل متفق عليها، كنا قبل كل ماتش بنقعد نجهز سواء مثلا التكتيك ده هيمشي في الجزء ده كويس، مين ده نقدر نعمله امتى، ده ما نعملوش امتى، التكتيك ده هيخلص هنا او لا، عشان يبقى كل واحد عارف المهام بتاعته في التكتيك، عشان لو التكتيك مشي عشوائي او حاجه يعني مثلا ممكن يجري علينا فاست بريك صح. ممكن تبقى في ثغره هنا وما ندخلش منها، فكل الكلام ده كان بيبقى متفق عليه طبعا قبل الماتش، ومظبطين تحركات كل واحد ومهام كل واحد في الجمله دي. طب هو قعد معاك الكوتش، يعني قعد معاك كوتش يعني داني قعد معاك شخصيا ولا كان من خلال الفرقه ومن خلال فيديوهات؟ قبل كده كان بيقعد طبعا مع كل لعيب، قعد معايا بكده وجهني في تكتيك معين، ايه اللي هيحصل هنا، التكتيك ده هنشتغل فيه ازاي، او ايه المطلوب مني في التكتيك ده. هو من اول يوم بصراحه حاسس ان كل الناس ليها دور في الفريق بالظبط، وده فعلا احتاجناه فعلا في النيجر، ان ما حدش كان يقدر يلعب 60 دقيقه في الاجواء اللي هناك، الاجواء صعبه جدا. بس خلي بالك برضو انتوا عملتوا حاجه حلوه قوي، يعني احنا كسبنا معلش كان معانا اثنين محترفين لعيبه جامده جدا، ولكن الاعتماد الاساسي والرئيسي كان على اللعيبه المصريين، يعني ما هو بالظبط ما حسيتش ان حد مالوش دور، لا كل الناس ليها دور، بس كل واحد ليه وقته وكل واحد ليه المهام بتاعه، ما ينفعش حد يبقى ما بيعرفش يعمل حاجه ويعملها، لا اعمل اللي انت بتعرف تعمله عشان اللي جنبك يعرف يعمل اللي هو بيعرف يعمله، فبنبني على بعض، فالتكتيك مش صح بالظبط. خلي بالك يمكن مباراه السوبر اسامه الجزيره ما لعبش صح، يعني عشان لوائح الاتحاد وخوفنا يعترضوا، فالمباراه تعتبر انسحاب علينا يعني، ولكن ما لعبش، فاحنا اذا بنلعب اثنين اجانب جم ليله بالظبط جم قبل السوبر بيوم واحد، فاذا كان الاعتماد الاساسي منهم محترف، انا مش متذكر مين فيهم جاب هدف واحد في المباراه، فاحنا كسبنا بعدد اللعيبه الصغيرين اللي بالزبط. كانوا اوريدي قبل كده بيخسروا، اذا يعني انتوا خدتوا خبرات بالظبط، لا كل لعيبه كانت شايله المسؤوليه، كل لعيبه طالعه هي عارفه ان هي طالعه تلعب في النادي الاهلي، ما فيش لعيب كبير ولا لعيب صغير، انت خلاص لعيب فيرست تيم، فانت ما فيش مساحه ان انت ما تبقاش شايل المسؤوليه او ان انت حاسس ان انت صغير او حاجه، لا انت لعيب فيرست تيم خلاص، ليك مسؤوليه زي الكبير، وده اللي وصله لنا برده الناس الكبيره في الفرقه زي كابتن اسلام وكابتن مصري وكابتن خليل وكابتن حجاج، فده اللي وصله لنا، وبقى كل لعيب لا انا لعيب درجه اولى خلاص، ليه دور هعمله عشان خلاص ما فيش مجال للتهاون او حاجه يعني. برافو عليك. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ابطال كره اليد ابطال السوبر الافريقي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يمكن اجي لك يا ياسر، كلام بيتكتب على السوشيال ميديا وبتاع وكلام كتير بيتقال، انت جالك فرصه تلعب بره؟
لا لا ما جاليش الكلام ده، ما فيش. لا لا اوعى. لا لا ما يصحش. سمعنا كلام وحوارات بتتقال يعني، الكلام ده ما فيهوش. لا لا كلام مظبوط، انت مع الفرقه وكل حاجه. ان شاء الله مستمر. طيب خلينا نتكلم عن، بس برضو قبل ما اتكلم بقى عن المغرب وبتاع، نفس السؤال ليك، نفس السؤال ليك يا عبد الرحمن، جاي لك حاجه ولا انت تمام؟ لا انا الفتره دي لا، بس ركز مع النادي الاهلي طبعا. لسه قدامي سنتين مع النادي الاهلي حبيبي. لسه. انت كده حبيبي لسه حبيبي موت. خلينا نرجع بقى لايه يعني، مواقف طريفه. المغرب والنيجر انتوا قعدتوا فتره طويله، قعدتوا يمكن شهر تقريبا صح؟ 20 يوم يعني 3 اسابيع. بتبقى بلاد تشيلكم بلاد تحطكم. هي النيجر قريبه شويه من المغرب، بس يعني ايه، اكيد اتعرضتوا لمواقف طريفه سواء في المغرب او النيجر، يعني قول لي موقف طريف كده. لا هو في النيجر صحينا في يوم لقينا طه. طيب معلش انا هستاذنك بس احنا معانا هاتف مهم جدا ان احنا نتكلم، ويعني انا يعني هحيي او انتوا قولوا الو وهتسمعوا صوته. قولوا الو، اتفضل يا عبد الرحمن. الو الو طاطا. ايه مين؟ عصام الطيار. الطيار الله ينور عليك. معانا طبعا من المانيا نجمنا ونجم حراسه المرمى عصام الطيار المحترف بالمانيا كاول حارس مرمى مصري يحترف بالدوري الالماني. اهلا بيك يا عصام. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا وحشنا وبنقول لك طبعا بالتوفيق، وكنا نفسنا تبقى معانا في الاستوديو بس انت موجود الغائب الحاضر يعني. الاول اهلا وسهلا بحضرتك، انا اتشرفت ان انا بكلم حضرتك يعني. تشرف لينا اصلا. ومبسوط ان انا بكلم الرجاله اللي كانوا عند حسن ظن النادي وحسن ظن الجمهور. الاول قبل اي حاجه يعني الف مبروك بطوله السوبر. وانا طبعا باركت لهم يعني على المستوى الشخصي باركت لهم من فتره يعني، بس باركت لهم تاني. والف مبروك لطه وحميد، وربنا يكرمهم يعني ان شاء الله ويكرم الفريق، وتبقى حاجه ايجابيه ان شاء الله يعني نبني عليها ان شاء الله السنين الجايه. طب قول لي يا عصام، يعني ماتش السوبر الافريقي انت تابعته ولا كان في فرق توقيت؟ يعني شفت المباراه ازاي ولا تابعتها ازاي؟ طبعا كان في، لا هو طبعا دلوقتي مفيش فرق توقيت بين المانيا ومصر يعني. كان في مشكله في موضوع البث ده، بس كنت انا متابع مع اللعيبه اللي كانت بره، فكنت على طول مكلمهم ومتابع معاهم يعني تقريبا الماتش خطوه بخطوه يعني. كان في اوقات بنحاول ان احنا نخطف لنا كام لقطه كده من الماتش، اوقات كان بيحصل واوقات ما كانش بيحصل، بس يعني كنا متابعين اول باول يعني، قاعدين على اعصابنا كانها نتيجه ثانويه عامه يعني. طبعا الناس ما كناش مصدقين ان احنا مش عارفين نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك يعني بالقوه دي، وفي ويعني حاجه مصيريه يعني. طبعا اكيد. وخليني اتكلم معاك برضو عن تجربتك، انت راجل يعني بتلعب في لايبزيج الالماني وتجربه مع فريق من الفرق الكبيره، وهي مقاطعه اصلا كبيره والرياضه هناك رقم واحد. بس خلينا اتكلم عن تجربتك، تخيل تجربتك بعد عده شهور ازاي يا عصام؟ طبعا هي تجربه مش يعني تجربه الحمد لله مفيده جدا ليا على المستوى الشخصي. طبعا الموضوع مش سهل يعني، ان انت تروح وتتاقلم وبتعرف دوري من اول وجديد، وبتحاول ان انت تتاقلم على عيشه وعلى دوري وعلى لعيبه جديده وعلى كل حاجه جديده يعني كانك كده واحد عنده 7 سنين طلع من كان بيتدرب في مدارس مثلا وطلع فجاه فرقه. هي نفس طبعا مش نفس الكونسبت يعني، بس يعني قصدي ان انت بتعرف كل حاجه جديده. صحيح. حتى وشوش جديده، كل الكلام ده طبعا في الاول بيخطف التركيز، وخصوصا كمان في طرق المعيشه ان انت بتبدا تسافر وتعيش لوحدك. وطبعا التجربه كلها على بعضها هي تجربه مفيده جدا الحمد لله ليا على مستوى على المستوى الشخصي. كل الكلام ده انا ما اتكلمتش على المستوى المهني، بس على المستوى المهني اللي هي رياضيا، لا هو الحمد لله حاجه مستفيد منها جدا حتى هذه اللحظه يعني، وحاسس بيها يعني الحمد لله. طب انت يمكن اكيد في صعاب قابلتك يعني، يمكن رمضان هناك في المانيا بيكون المغرب متاخر جدا. التجربه دي كانت ازاي، خاصه احنا حاولنا تكون معانا في رمضان بس لم نوفق. بس يعني من ضمن الحاجات يعني، لما حضرت رمضان في اوروبا كنت بقعد الساعه 9 المغرب. يمكن الكلام ده كان بيحصل معاك في المانيا ولا لا يا عصام؟ دي حقيقه. طبعا احنا طبعا كان حظي كويس جدا ان احنا كان عندنا اسبوع دوري في رمضان، قعدنا فيه حوالي مثلا اسبوع وكان الدوري فيه توقف وكده، فقعدت حوالي 11 او 12 يوم في رمضان في مصر. بس طبعا وكان حظي كويس برضو ان ما كانش فيه ماتشات كتير في رمضان، كان فيه 3 ماتشات تقريبا. طبعا الموضوع كان صعب جدا في رمضان عشان احنا هنا كنا بنصوم
الساعه مثلا 4 ونفطر الساعه 9، وصلنا اخر يوم رمضان احنا بنوصل نفطر الساعه 9. فالوضع ما كانش اسهل حاجه، خصوصا كمان ان التمارين هم اكيد بيقدروا جدا انت صايم، بيقدر جدا انت صايم، بس التقدير اللي هو بيقدر ديانتك، بيقدر صيامك، بيقدر كل حاجه، بس التقدير اللي هو انا هعمل لك اللي انت عايزه عشان اسهل لك الموضوع، بس مجرد ان انت نزلت تدريب او نزلت ماتش فانا خلاص بقى انت محترف، تدريب او نزلت ماتش محترف بالظبط، انت راجل ده محترف، انت راجل ده اكل عيشك، في نفس الوقت انت خلاص نزلت التدريب هطلب منك ال 100% بتاعتك، مش هاخد بالي بقى انت صايم او مش صايم، لا بالعكس هو يسخر لك كل حاجه، يجيب لك اكل كويس، يسحرك، وكذلك حتى انا لما كان بيبقى عندي معسكر او ماتش كان المدرب نفسه هو اللي بيصحيني، يعني يخليني يصحيني يفكرني بالصوم يعني. حاجه جميله طبعاً جدا طبعا، كل الكلام ده حاجات ايجابيه جدا طبعا، بس الموضوع كان صعب رياضيا، كان صعب جدا صحيح، بس انت قدها وقدود عصام ان شاء الله، ونتمنى نشوفك قريب، وان شاء الله نتابع بكره قرعه كاس الامم الافريقيه اللي اكيد تهمك مع منتخب مصر. كابتن عصام الطيار حارس مرمانا المحترف لايبزيج الالماني من المانيا، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن اجي لك يا ياسر قبل اللقاء بقى عشان شويه فرفشه كده، قول لي بقى يعني بعض المواقف الطريفه اللي حصلت في المغرب والجابون. كنا في النيجر تقريبا ثاني يوم او اول يوم، صحينا لقينا طعم غير الاوضه. مين اللي غير الاوضه؟ طعم ليه؟ طعم مصطفى خليل. طلع لقوا فار عندهم الساعه 5 الفجر. الله الله، والفار مش طبيعي. الفار مش طبيعي اللي هو بتاعنا، لا هو فار مثلا كده مش فار. مش طبيعي والله نسر. يعني انا نايم لقيت خليل قبل، يعني انت قاعد مع خليل في الاوضه. تمام. اليوم اللي قبله حسن يعني هو قال لي صحاني، قال لي طه في حاجه في الاوضه، فقلت له خلينا مش قادر، سيبنا نام، انا مصدق انام هناك اصلا ان انت تنام عشان من كتر الحر انت نفسك تنام. مفيش تكييفات في الاوضه؟ لا مفيش حاجه، في تكييف بس مفيش، يعني مفيش اي حاجه. مفيش حراره هناك عشان دخل فشه في الاوضه. هو خليل سمع، فانا قلت له انا خليل. فتاني يوم انا قاعد على السرير فلقيت حاجه بتجري. فقلت لا في حاجه، فلقيتها بدا الصوت يعلى يعلى يعلى، فصحيت خليل قلت له يا خليل في حاجه في الاوضه. خليل انا كل ده انا يعني بحسبها مثلا اصل هناك السحالي والحاجات دي عادي. لا عادي جدا، انا فقلت يمكن سحليه. انا قلت سحليه عادي، هفتح لها الباب وتمشي يعني تفتح هي تخرج هي. ففتحت الباب وواقف ببص على الصوت اللي جاي منه، لقيته طالع في وشي. الله. رحت طبعا جاري، انا اللي طالع بره. امال فين اسد وعليم النادي الاهلي وحامي حمج مرمه النادي الاهلي، بتخاف من الفار عبد الرحمن؟ انا قلت اكلم فيصل بقى صاحبي، يعني فيصل، قلت فيصل بقى، قلت فيصل يجي يخلص يشوف حل خلص الموضوع ده. فلقيته لا انا بخاف اصلا من الفيران. لا ربنا معاك بقى عبد الرحمن. رحت كلمت الاداري قلت له عايز اغير الاوضه بعد اذنك بس طبعا. ليه خير، ده عندي فار بس. طب انت رحت بقى تلاقيك طول السفريه انت شاكك في اي اوضه فيها فار؟ اي صوت بقى، اي صوت يحصل كلنا شاكين. بس خلاص بقى حضرتك، انت هناك انت بقت تغطى نوم، قاطع كل حاجه. اتكلمنا عن الناموس ولا الناموس؟ والله العظيم هناك الناموس، مفيش ناموسيه هناك، مفيش. ده هي سحالي سحالي بس، سحالي وبراس. لا بسيطه، ده احنا نحمد ربنا عندنا ناموس بس. بس يعني المواقف دي اكيد بتدي روح حلوه في الفرقه وهزار وضحك. احنا كنا رايحين يعني 15 يوم في النايجر، فعاملين حسابنا ان هم هيبقوا صعبين شويه. فان فوز السوبر برده جه في اول السفريه ده يعني هون السفريه خلاها. عارف لو كان العكس كانت هتبقى عكسنا. كنا قبل الماتش عاملين حسابنا ان احنا ما ينفعش نخسر برده. ربنا كرمكم اخر كرم والله بجد. الحقيقه الوقت بيجري بسرعه، يعني انتم ما شاء الله نجوم وحاجه جميله. بشكرك يا ياسر، نورتيني وشرفتيني، واتمنى ليك كل التوفيق. شكرا يا كابتن ياسر، بحب اشكرك، اشكر قناه الاهلي والجماهير وعائلتي كمان احب اشكرها. شكرا على اللقاء ده، وان شاء الله نبقى في لقاءات ثانيه كتير باذن الله السنه الجايه ان شاء الله، كوز كتيره باذن الله. عبد الرحمن بشكرك، عبد الرحمن طه نجم نجوم النادي الاهلي وحارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك نورتيني وشرفتيني. الله يخليك، وانا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك، وطبعا اللقاءات مع حضرتك كتير. اشكرك ثاني، واشكر النادي الاهلي، واشكر الجمهور اللي وقفوا معانا الفتره اللي فاتت دي، وان شاء الله المزيد من البطولات والانجازات ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله، والقادم افضل لكره اليد. وده كان لقائنا النهارده مع الابطال، ابطال السوبر الافريقي، وان شاء الله الموسم القادم سيكون افضل، وتكون بطوله العالم للانديه هي الانطلاق. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.